مير، تعليقك السريع على ملف الكهرباء مع البواخر ضد البواخر مع الحل المستدام الطويل المدى، وين انت؟ مع حل مشكلة الكهرباء. كيف؟ ماني خبير بس انا مع حل مشكلة من اللي عم تشوفه مش وزراء وما الكلام الكثير حول هذا الملف. حكي كثير ويعني انا يعني تجربتنا الطويلة بهاي القصص منختلف، ما بعرف إذا منكون محقين أو مش محقين، بس بعرف بالنهاية المواطن عم يدفع ثمن، ما في كهرباء، ما بيليق ببلد طالع من حرب بعد 30 سنة لحد هلق ما في كهرباء، بدأ علاج جذري. وأنا بعتبر أنه لما إجا وزير الطاقة وطرح مشروع الخطة على مجلس الوزراء واتوافقنا عليها، هلق أوكي في بعض الأمور تعلقت أنه العودة إلى مجلس الوزراء، طيب ماشي أوكي يعني محلولة مثل ما بقوله، بس أنا بهمني أنه توصل الكهرباء للناس. من المعيب الاستمرار في مسائل حياتية أساسية للناس، منا المي ومنا البنى التحتية ومنا الإنماء ومنا الكهرباء، إذا كله بدنا ندخله بالبازار السياسي الطائفي المذهبي العنصري بلاده ما رح نوصل لمطرح بصراحة. طيب مواضيع كثير اليوم، سلسلة كمان عادت إلى على بساط البحث والكلام، هل رح تسترد الحكومة وإلا عم بيهدد رئيس المجلس النيابي طبعا لأسباب لديه ربما أنه لا إذا بقيت بالمجلس سيتم إقرارها، هل تتهربون من إقرار السلسلة؟ لا. هل ممكن تكون نوع من خليني أقول بالتعبير بالإنجليزي بيقولوا ماس برايب، رشوة جماعية قبل الانتخابات النيابية، أم لا السلسلة في خوف على الوضع الاقتصادي وهي مجرد ملهيات للناس؟ ما عندي جو بهيدي في سلسلة أو ما في؟ إنه محولة إلى مجلس النواب، وأعتقد بانتظار كان عم ينحكى باسترداد للحكومة. أنا ما سمعت فيه صراحة. الرئيس بري قال يعني يا خدوة يا بدنا نحن إذا بدها تضل بالمجلس النيابي سيتم إقرارها أو وضعها بأول جلسة أول بند. ما طرحت بمجلس وزراء لا من قريب ولا من بعيد استردادها. إيه أبدا. ومسلسل السلسلة إلى أين؟ في قرار اليوم بإقرارها أم في قرار بتمييع المسألة اللي صار عمرها سنوات؟ لا، في بعتقد في قرار واضح وصريح بإقرار السلسلة. شو ليه الانتظار؟ بالموازنة. لأنا رأيي بدها المفروض تنحط صارت على جدول أعمال مجلس نواب لإقرار. تندخل إلى البيت الداخلي، مش البيت الداخلي الدرز، البيت الحزبي كمان، خلينا نقول البيت الصغير لديك إذا بتسمح لنا، يحكي عن استقالات اليوم داخل الحزب الديمقراطي اللبناني، شو السبب؟ يعني أكنه الحقيقة أنا مستغرب في هجمة إعلامية علينا. طبعا أنا ما بتأثر علي ولا بتوقف عندي. تعرف مصدره؟ ما بهمني مصدر، صغائر الأمور والوشوشة والإشاعات كله بزت ورا ظهري، أنا بتوقفش عندها. كتار ناس راهنت إنه بتلعب بأعصابي بزت خبريات ووشيات وقلائل. ما في استقالات؟ لا، صار استقالات بتصير بأي حزب، بس عدد الاستقالات عندنا بالحزب 4 فقط؟ نعم. ولي أسباب إلى علاقة بالسياسة إلى علاقة بشو؟ يمكن أو كل واحد نفسه من نضالي بالحزب نفس قصير. هذا في اعتراض يعني على سياسة الحزب؟ ما بعرف يعني شو الأسباب، لا بس اللي أنا بعرفه. بس عم بتقول في 4 استقالات فقط لا غير. إيه؟ عم تحكي طبعا بأي مدة عم نحكي زمنية؟ عم بحكي بكل هاللي انكتب عنه اللي طلعت واللي انحكى ب80 استقالة و90 و40 و50 كله حكي بلا طعم. هذا ما نسيج علاقات مير مع الصحفيين بحيث ممكن تقدر تخلق توازن ما مع اللي ممكن يطلع مثل ما عم بتقول حضرتك إشاعات ووشيات عليك وأخبار، عامل توازن على الصعيد الإعلامي والصحافة؟ بعض الإعلام بالبلد مسيء، وبعض الإعلام بالبلد يستند
بحب يعني هيك توجهه، بحب يخترع كذبة ويسوق له ويكتب عنا ويطورها ويبني هذا. واساسا في بعض السياسيين بيعتمدوا هاي السياسية. طيب ببلدية الشويفات شو عم بيصير؟ كمان يحكى انه في مشاكل مع الحزب الاشتراكي، في عدم رضا عن الاداء البلدي للبلدية اللي هي تابعة لك اليوم سياسيا انت اللي ربحتها، وبنفس الوقت عم ينحكى انه بحصبية على عكس ذلك هنالك بلدية ربحها الحزب الاشتراكي وفي مشاكل مانع جماعتك. ما بيخلى الامر من شو يعني مناوشات يعني بتصير يعني منا مش انا ما بتوقف عندها يعني. قلق بالنهايه انا بحب دائما طلع بالنص الكوب الملان على قاعده انه ربنا جل جلاله مش راضي عباده. هذا يعني انه شو يعني. بس حضرتك راضي؟ راضي حضرتك على الاداء؟ انا بسياسه البلديات والهيدا قليت على نفسي انه انا لن اتدخل لا من قريب ولا من بعيد الا بدعمه بامورة اذا بتطلب اي شيء انمائي انا حاضر انه قدمه، واجباتي انه قدمه، بس انا مش شغلتي لا دير بلديات ولا اقعد اعمل قاضي صلح ببلديات. بس ممكن تتحمل التبعات كونك انت الداعم السياسي الاول للبلدية محسوبة عليك. انا بالنسبة لي انتهت قصة الانتخابات البلدية من في كل لبنان او في كل المناطق اللي إلي تمثيل فيها. تاني يوم او ليلة اللي طلعت النتائج انا بالنسبة لي خلصت ولا اتعاطى مع احد لا على قاعدة سياسية. البلدية هي بلدية لكل الناس، هي بلدية لتمثل كل الناس وتخدم كل الناس وتتعاطى بشفافية مع كل الناس. عم تتواصل مع دروز السويدة تنطلع شوي من لبنان إلى طبعًا الأقليم؟ طبعا. وكيف شايف الوضع في سوريا؟ في اتجاه إلى حسم النظام، عم نشوف أنه اليوم عم يكسب ميدانيا، بس يقال أنه مسألة الحسم بعد مسألة بعيدة وطويلة الأمد وما في حتى قرار دولي بحسم اليوم المسألة في سوريا. كيف شايف الأمور رايحة؟ الوضع بسوريا أكيد أحسن بكثير من الأول ومتجه أكثر إلى الحسم والإرهاب التكفيري الذي أصبح يهدد ليس فقط سوريا ولبنان والمحيط، بل أصبح يهدد العالم كله والسلم العالمي بأسره والسلم الإقليمي. ما في شك أنه الدولة السورية بمواجهتها الفعالة على أرض الواقع الميداني في المعركة حسمت كثير من الأمور ومتجهة أكثر إلى السيطرة الكاملة على هلق بتقليلي أنه ممكن تأخذ وقت. إيه ممكن تأخذ وقت. بالنهاية المسألة تعدت الوضع الإقليمي، أصبحت المسألة إلى امتداداتها الدولية، وبالنهاية كل العناصر داخلي في هذا الموضوع. بس أكيد اللي بأكد لك أنه لولا حسم كثير من الأمور على مستوى الميداني بسوريا كانت تغيرت كثير من المعادلات في المنطقة. ولبنان بشكل خاص يتأثر بشكل مباشر بالذي يحصل في سوريا، إن بغض النظر إذا كان الواحد مع النظام ولا كان واحد، ما بدي أقول مع النظام، بدي أقول مع الدولة، ولا واحد عنده رأي مختلف عن أو مع الشعب. أو إذا بدك أول شيء إذا بدك تفوت بالتسميات يعني مين، كل واحد عنده وجهة نظر. أول شيء لا، اسمحيلي ما بدك تقول نظام، بدك تقول دولة. اسمحيلي قلك، اسمحيلي، لا إله كفر. لا طولة بالك. للبعض للأسف يعني الدولة الإسلامية بيسميها دولة كمان. طولة يعني بالتعابير قد ما بدك فيك تستخدم. طولة بالك، أنا وزير في الحكومة اللبنانية مش هيك؟ يربطني علاقة خاصة مع أخي السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد
أفتخر وأعتز بها. زرته من فترة قصيرة ما هيك؟ دائما يعني في لقاءات دائما. بس ليه ما عم تكون على الإعلام؟ مش مشكلة الإعلام يعني بالهذا. على كل حال، إنما أنا أقول بكل صراحة وبكل وضوح، الدولة اللبنانية تتعاطى في تبادل سفرات مع الدولة السورية، وفي اعتراف متبادل بالدولة وقيام الدولة في صحيح. لبنان وفي سوريا. في أمر واقع صحيح، وفي سفير حتى بالأمم المتحدة. شو بدك بلبنان؟ وفي الأمم المتحدة ولا ما قلت. وبالتالي إذا مطلوب إنه هيك نحكي كلام ما بفيد، أنا بدي أحكيك بكل صراحة، لبنان له علاقات مع المملكة العربية السعودية يجب الحفاظ عليها، إنما لبنان له علاقات مع الجمهورية العربية السورية يجب الحفاظ عليها. بس عم بتقارن بمحل في دولة لا محل في ثورة وفي حرب ومحل ما في. خليني كفي خليني كفي. لبنان له روابط مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية يجب أن تحترم على هذا الموضوع. عم بحكي كدولة. هلا كل واحد منا على مستوى الحزب والشخصي كيف بيقرأ الأمور هاي مسألة أخرى. عم تنتقد السيد حسن نصر الله بكلامه عن السعودية؟ من حمل السيد حسن نصر الله أكثر من مرة انتقد السعودية؟ من حمل لبنان؟ من حمل لبنان أكثر ما يحتمل؟ أكثر ما يحتمل. إنما أنا لحقولها بكل صراحة، بإحدى طاولات الحوار، وبستغرب نحن بلبنان بينسوا، غريبة هالقصة يعني، بإحدى طاولات الحوار برئاسة رئيس جمهورية كان العماد ميشيل سليمان إذا مش غلطان ببيت الدين، كل أطراف الحوار قيادات الصف الأول، وكانت كثير من الأمور في سوريا بعد لم تحسب على أرض، يعني عم تحكي من 4 سنين 5 سنين، اتفقنا كلنا على الطاولة إنه لبنان يتأثر مباشرة باللي عم يحصل في سوريا بغض النظر كل واحد وين موقعه بالسياسي. إنما شو ما عملنا بلبنان لن نؤثر، لن نغير في المعادلة حتى لو أرسلنا شباب تقاتل بسوريا. لا هيدا يعني غيرنا. حزب الله لا غيرنا، هي غيرت لا يعني غيرت. احد الشخصيات الروسيه بيقول انه كثير غيرت من المعادلات وابقت النظام، غيرت كثير. ستنا دخيلك في شيء اسمه هيدي نظريه ابقت النظام وابقت الدوله. لا انا التدخل الايراني، انسى التدخل الايراني، الم يبقى النظام موجودا؟ ستنا عم تساليني بدي جاوبك. ما هي عم اسالك، عم وسع الصوره. ما بدي احكي عن بروكسي. انا بالنسبه لي هذه الخطوه حمت الداخل اللبناني، هذه الخطوه الجريئه حمت الداخل اللبناني من انتقال الارهاب من سوريا الى اللعب ضمن الأراضي اللبنانية اللي لبنان ما كان بيتحملها ولا يوم. على كل حال إطلاق. مسألة حماية حدود لبنان أو الدخول إلى سوريا وصراع وقتال السوريين في الداخل، هيدا كمان مسألة جدلية طويلة ما لح نفوت فيها هلأ أمير، بعد بقي لنا دقائق وفي أسئلة للمشاهدين. بدي أرجع إلى الداخل اللبناني لأنه صحيح ما منقدم ولا منأخر. فارس القاضي عم بيقول وأسفاه على وضع الدروس في لبنان وكيف انتقلوا من طائفة ركيزة ومؤسسة للكيان إلى طائفة ملحقة به، من المسؤول؟ الظروف أو الزعمات أو الاثنين معا؟ أنا رأيي اثنين سوا، الزعمات والظروف. نعم. عم تلوم حالك أو عم تلوم ولد بيك أو عم تلوم؟ لا أنا ما هذا كلنا بنتحمل مسؤولية. وعندي الجرأة أقول إنه كلنا بنتحمل المسؤولية. كيف أخطأتوا؟ أخطأنا إنه تسامحنا ببعض الأمور اللي ما كان لازم نتسامح فيها، لأنه رحنا بإطار الموقف إذا بدك العام. غيرنا كان عم يحصد التفاصيل
ونحن التهينا بالشعارات الأكبر. وأنا برأيي هيدي الصرخة اللي هلق أنا عم قولها وأنا طرحتها بأسبوع الماضي بالاجتماع مع وليد بيك، إنه لازم يكون في موقف حاسم منا نحن في التعاطي في هذا الأمر الحساس على مستوى البلد، لأنه نحن عم نخسر كتير وعم نتراجع كتير في هذا الموضوع، ولا يجوز على الإطلاق التسليم به والقبول به. جمال الرزع بيسألك، عندما شاركتم بحكومة الميقاتي والتي كانت لفريق 8 أذار، أين كانت حقوق الدروز ولماذا لم تأخذ حقك من حكومة فريقكم من حكومة فريقكم الحاكم؟ أستاذ جمال الرز، جمال الرز يمكن هو ناسي أنه تشكلت حكومة الرئيس ميقاتي الساعة 3:30 بعد الظهر، أنا استقلت الساعة 5. أي بس أنه بالنهاية هيدي حكومة حلفائك عم بيقلك، بغض النظر إذا أنت طلعت أو بقيت فيها بغض النظر. أو ما عجبتك الحصة الوزارية. بغض النظر، لا حلفائك مين إذا حلفائك؟ مش بغض النظر، عم أهلك شوي، عم أهلك مش بغض النظر أبدا. لا طيب، بغض النظر أنا بدي أقول كيف تألفت هذه الحكومة. أنا الساعة 5 بعد الظهر كنت مستقيل. صحيح. من هذه الحكومة، لأن ما عجبتك الحصة الوزارية، مش اعتراضا على الحكومة أو حقوق الدروز. لا، اعتراضي لأنه أنا ما قبلت، وبطاولة الحوار بعد أسبوع الماضي من أسبوعين ثلاثة سجلنا بالمحضر، أنا لن أقبل ولا أقبل بالتسليم بأربع حقائب سيادية محجوزة سلفاً لأربع مذاهب دون الأخرى بالبلد. بس هالمرة قبلت، هالمرة قبلت شوف. عهد جديد وكل شيء، أنا لحالي ما فيه، أنا مطالب وهلق لح طالب أكثر. واتفقنا على بطاولة الحوار باللقاء بعبدة أنه منطبق الدستور وما بقى في أي حقيبة محجوزة سلفا لأي مذهب. مير، أنا بدي أشكرك على هذا اللقاء، بدي تسمح لي بعد بدقيقتين من دارتك أني ضمن إطار حق الرد، وصلني رد من السيدة أيوبي اللي انحكى عنا الأسبوع الماضي بحلقة الوزير حاسباني، لحقول كيف ردت وبتسمح لي بمحل معين كمان أنا رد. أولا يؤسفنا ما ورد في البرنامج لأنه لم يستند إلى أي دليل أو توثيق، بل إن ما ورد على لسان السيدة بولا لم يكن منقولا عن جهة غير مختصة وغير مخولة، هيك مكتوب حرفيا، دون تقديم أي مستند أو إثبات، وكان بمثابة تشهير كونه لم يستند إلى رؤية طرفي القضية. ونحن نعتبر أن موقف معالي الوزير حسباني كان كافيا لوضع حد لكل ما يقال حول هذا الموضوع. نحن عم نحكي إذن عن بيوتي إيمج وسيدة ندى الأيوبي. ثانيا، منذ ما يزيد عن 3 أشهر تتعرض موكلة ندى الأيوبي لحملة افتراء وتشهير دون أدلة. ثالثا، نتيجة حملات الافتراء التي تشنها بي الناهي، تقدمت نون الأيوبي بشكوى ضد أمام النيابة العامة، اضطرت الناهي بموجبها إلى توقيع تعهد في مخفر التل بطرابلس يلزمها بعدم التعرض لنون الأيوبي بشخصها وعملها. رابعا، قدمت بي الناهي شكويين متتاليتين لدى وزارة الصحة وفشلت في إثبات أي من ادعاءاتها، لا بل إن طبيب قضاء طرابلس في وزارة الصحة أصدر تقريرا بتاريخ 29 حزيران 2017 لخص فيه نتائج التحقيق بالآتي: إن المركز يقوم بأعمال التجميل العادية، تم الاطلاع على شهادات العاملين في المركز وتبين أنهم مجازون. ما بتقول بشو مجازون؟ شهادة الأطباء تفيد عدم وجود مواد محقونة تحت الجلد لدى بي الناهي، ولا يمكن أن يكون الطفح الجلدي ناتجا عن العلاج الذي قامت به بي الناهي لدى نون الأيوبي. أخيرا، نؤكد أن بي الناهي سليمة معافاة وأنها تمارس حياتها الطبيعية وتشارك في المناسبات العامة، وكل ما تدعيه ليس أكثر من وسيلة للابتزاز المادي والمعنوي، وتفضل بقبول فائق الاحترام المحامية دوحة أحمد عن موكلتها ندى صلاح الدين الأيوبي. أنا بس بدي أقول أنه أنا وردني سؤال على تويتر وطرحت هذا السؤال مثل ما هو، وهون كمان ما عندي ولا إثبات ولا دليل، وأنا مني أبدا طرف في هذا الصراع ما بين
بيت الأيوبي والناهي واللي صار بيناتهم كمان يعني ما بيخصني ولا تعطيت فيه بأي شكل من الأشكال، لم أقوم بأي واسطة وعم بقول على الهوى لا مع سيدة ستريدة ولا مع دكتور سمير جعجع ولا مع الوزير حصباني، مجرد سؤال وطرحته واليوم عم بقرأ هذا الرد بهذا الشكل. ما بعتقد اللي صار هو تشهير، هو مجرد سؤال، وهذا الرد الموجود واضح عم نرد عليه. إذا بعد في حدا عنده أي رد في هذه المسألة أنا مستعدة كمان أقرأ على الهواء، وبتمنى يكون هيدا اليوم نهاية هذا المسلسل ونهاية الاتصالات الكثير اللي عم تورد من طرابلس، وحقهم على كل حال، بس أنا مني أبدا طرف، وفي حالة طرفين حبوا يجوا يتواجهوا أنا كمان بفتح لهم الهواء، كل واحد كل طرف يقول شو هي الإثباتات والأدلة، لأن بعد ما شفت شيء من الإثباتات والأدلة كله فقط حكي، والطرفين كل واحد عنده هو نظرته في هذا الموضوع. أنا بدي أشكرك مير مرة جديدة، شكرا على وجودك معنا وشكرا على احتمالنا بالآخر بمسألة حق الرد. أهلا وسهلا فيك، إن شاء الله بنشوفك قريبا مش بعد سنوات وسنوات بحلقة جديدة بتصرفي. بدي أشكر صراحتك كمان اللي كانت اليوم كبيرة وحلوة، وبعتقد اللبنانيين لازم يتصارحوا. بس عندي تمني، تفضل، بس انه اذا بيجي شي وقت يعني جد ينعمل حلقة خاصة بموضوع المهجرين. تكرم عينك، نحن يعني على استعداد يعني وموضوع مهم. خليني اقول في مراجعات كثيرة منهم استاذ ميلاد ابو ملهب راجعني اكثر من مرة بمسألة عالقة له، وانا ما حبيت اني يعني اعطي الهوى لشخص وما اعطي لشخص اخر، لانه يبدو في كثير ملفات عالقة في هذه المسألة. ان شاء الله كلها بتنحل. اكيد عندي بالوزارة والصندوق 129 ألف طلب عالق. أنا في 29 ألف اتصال إجاني بعتقد بهذه الطلبات، فمشان هيك ضروري نعمل حلقة، ونحن متمنى نعمل حلقة معك. أنا حاضر من الوزارة، وأنا حاضر وبتاخدي مني الأرقام النهائية. أهلا وسهلا فيك مير. نحن مشاهدينا ما انتهت حلقة انترفيوز، نحن رح ننتقل إلى الفقرة المسجلة بآخر هذه الحلقة مع سيدة زينة الخليل، هذه الجمعية اللي بتهتم بتعليم أطفال ما قدرين يتعلموا، تيتش تشايلد. بتمنى تتابعوا هذا الجزء الأخير المهم جدا، ولبنان قايم على هذه المبادرة الفردية وعلى هذه الجمعيات، فتحية إلى سيدات اللي عم يشتغلوا بتيتش تشايلد. شكرا، إلى اللقاء.